قلت بأنه قد تتصاعد وتيرة كذا استهدافات وهجمات خلال الأيام المقبلة، ولكن إذا ما أردنا الحديث عن الدلالة والتوقيت لاستهداف عين الأسد، هل تبعث بهذه العمليات أو الهجمات تبعث برسائل واضحة لإسرائيل بأن استمرارية الحرب تفتح المجال أمام حرب أوسع وأشمل في المنطقة، وأيضا رسالة لأمريكا بأنه يعني مصالحها قد تكون ضمن دائرة الاستهداف؟ لا، هم صدروا بيان، المقاومة التنسيقية طوفان الأقصى صدروا بيان بأنه ذكروا بأنه أمريكا دخلت الحرب، يعني بما معناه أنه وجود حاملة الطائرات يو اس اس جيرالد فورد وبعدها ايزنهاور وضرب الحوثيين إلى البارجة اللي موجودة بالبحر أيضا. إذا يعني المقاومة، فصائل المقاومة في كل أنحاء هاي الشرق الأوسط بدأت تعمل على ذلك وبوضوح. فلذلك نعم، عندما أقول لك محتمل أنها تتزايد، فالموضوع واضح أنه قد تتزايد وقد تشهد تطورات أخرى. لا ننسى اليوم أيضا هناك اشتباك بين حزب الله وإسرائيل في الجانب الآخر، وضربت لهم معدات. فإذا هنالك مناوشات ستكون قمتها عند تفكير الكيان الصهيوني في اجتياح غزة. هنا أقول لك ستكون الحرب مفتوحة، يعني الموضوع واضح جدا، ستكون حربا مفتوحة عند الاجتياح. ومع العلم يعني أنا أقول بأنه ربما المقاومة الفلسطينية والفصائل تتمنى أن يقوم الكيان الصهيوني باجتياح غزة، لأن أنا أعتقد يعني من خلال دراستي لكيفية قتال الحماس وجهاد الإسلامي والقسام، أعتقد هم لديهم مفاجآت. لكن أيضا إسرائيل تم نصحها من الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الاجتياح لكي لا تتوسع رقعة الحرب، وأيضا ربما أسبابا أخرى قد تكون تعبوية، تخوفهم من الأنفاق، تخوفهم من القتالات الخاصة، وأنتم تعلمون جيدا القتالات الخاصة صعبة جدا، وخاصة إذا كان المدافع متحصن جيدا في مناطقه.